بعد لما شوحت اللحمه المفرومه في الرز في التوابل بتاعت الحشوه اللي هي كانت مقدار نص كوبايه رز قدامهم نص كوبايه ميه على طول او كوبايه الا ربع بالكتير، علشان زي ما قلنا لسه يا هنسلق وندخل الفرن يا هندخل الفرن على طول. في طريقتين للتسويه، في الحالتين لسه هيقعد وقت كبير في التسويه بتاعته، فمش هينفع ان انت تزودي من الاول خالص التسويه فلما يدخل الفرن يكلكع. تاني حاجة عندي دلوقتي الرز بتاعي بتاع التقديم بعد لما شوحنا اللحمة بالقرفة بجوز الطيب وبالملح والفلفل والبصل والثوم، بنزل عليها الرز وشوح كده. بعدين عندي مية مغلية، اول لما يتشوح على طول انزل عليه لحد لما يتشربها، ابتدي اقلل النار زي اي رز بنعمله بقى. طبعا قدام كل كوبايه رز كوبايتين ميه على طول، عشان ده رز بسمتي عادي ده مش هيتحشي، فهنعمله بالطريقه العاديه. هسيبه كده يتشرب ميته وابتدي دلوقتي اشتغل على الحمام نفسه. يلا هجيب كده عندي ستريتش بقى، اي كيس بلاستيك، اي حاجة عندك تقدري تدقي عليها، وهنجيب كده الورك بتاعنا نفتحه كده ونجيب ستريتش تاني عشان مش هينفع تدقي عليه مباشر. الخطوة دي مهمة جدا، ليه بقى؟ ان الخطوة دي اللي هتساعدني ان انا الف رول، لو ما اتعملتش الورك ده عمره ما هيتلف رول لانه هيبقى حجمه صغير، انا هفرده فهعمل الطبقه بتاعته كبيره جدا كاني بعمل مستطيل كبير جدا. تمام كده نفضل ندق فيه كده لحد لما يتفرد معانا وحجمه يبقى حوالي 3 اضعاف حجم الورك في الاول. تمام كده هو تمام، بصوا الحجم بتاعه بعد لما اتدق بقى شكله عامل ازاي. شيل كده اي زيادات فيه. واخده كده بقى وابتدي اتبله. عندي هنا ملح، بابريكا، كاري، فلفل اسود. بصوا الرز بتاع الحشوه شرب ميته، نشيله على طول. خلاص هو كده استوى ان هو يبقى جاهز ان هو يتحشي بيه. ممكن طبعا تزودي ليمون حاجة بسيطة قوي لو انت مش متأكدة ان انت غسلة الفراخ بتاعتك كويس. بص الورك بقى شكله جميل ويقدر طبعا يتفرد لانه بقى مستقيم اهو حلو وكبير. باخد التتبيلة بتاعتي والبابريكا والكاري طبعا بيدوني لون حلو جدا، واتبل كده من جوه ومن بره حلوة قوي كده. انا بحب اعمل ايه، بحب اسيبها كده مع شوية بصل، مش بصل مفروم ولا مية بصل ولا حاجة تخليلي طعم الحمام الكذاب بصل، بحب اسيبها مع شوية بصل كده عادي فريش، اسيبها في التتبيلة على الاقل ساعة. انا كده عملت ورك واحد، هنعتبر ان دي دخلت التلاجة قعدت ساعة وطلعت. هنشوف بقى نلفها ازاي مع بعض دلوقتي. عندي رز الحشوة، باخد كده معلقة من الرز بتاع الحشوة وحط كده في النص، في نص الورك بتاع الفراخ بالظبط حد الاخر خالص، وكأنك بتعملي شكل كتاب كده اهو. هتجيبي كده
تكوني بس تقفلي جامد قوي قوي عشان ما فيش اي حاجه تطلع. ويكون معاكي الخله في نفس الوقت اللي انت بتلفي بيه الرول بتاعك. طبعا زي ما قلنا في طريقتين للتسويه، يا بعد لما بنقفل رول بناخد الورك ده وبعدين نسلقه نص سلقه حوالي 20 دقيقه وبعدين ندخله الفرن تاني 20 دقيقه، يا اما بندخله الفرن تحتيه خضار عشان ما يلسوعش ويكمل السوا بتاعه كله في الفرن. انا عشان وقت البرنامج هعمله في الفرن كله، بس الطريقه الاحلى ليه ان انت تسلقيه الاول وتاخدي شوربته تعملي بيها نوع خضار مع الرز اللي بالقرفه، بتكون وجبه متكامله حلوه جدا. اول لما بيطلع من السلق بتشيلي الخله وتدهنيه وتدخليه الفرن من غير اي خل. نعمل كده وهنعمل ايه؟ هاخد الطاجن بتاعي كده احط شويه زيت زيتون في القاعده بتاعته او زيت عادي عشان التتبيله ماسكه في الجلوفز، واحط بقى اي خضار تخلي الفراخ بتاعتي ما تلسوعش كده وتبقى رطبه، واخد البصل اللي انا كنت متبله بيه التتبيله بتاعه الفراخ واحط كده التتبيله بتاعتي بالمنظر ده. خضار بقى، عندك فلفل الوان، عندك جزر، انا بفضل بس وانت بتختاري نوع الخضار اللي في القاعده بتاعتك تبقى حاجه تقدر تكمل التسويه للاخر. واخد الحمام الكذاب اللي هو بيبقى بالمنظر ده، منظر الحمامه بالظبط، هو شكله حمامه بس هو مش حمامه هو فراخ، حطه كده. وبعدين باخد عندي صلصه متدوبه في زيت وميه وملح وفلفل وادهن بيها الوش بتاعي كده عشان يطلع طعمه حلو قوي من الوش. في ناس بتدهنه سمنه وبعدين صلصه، انا بحب زيت وميه وملح وفلفل بيبقى اخف. وبعدين بندخله الفرن على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه، يشد نفسه كده والانسجه تتشد، وبعديها نكمل تاني 25 دقيقه على 160، ده لو هنعمله في الفرن.